دائما العمل الجماعي هو يعني بيكون له اثر كثير عظيم. اذا كان امها منعتها من التمثيل ووقفت في طريق دعمها، ما شافتهاش في اخر ايامها وما حضرتش رحيلها على الاخره، واتحرمت من عيلتها 9 سنين. من عيله فنيه كبيره جدا، ابوها فنان وخالتها ممثله، وبطله الفيديو بتاعنا شخصيتها قويه وعنيده وحنينه وحرفت كره قدم، وكانت مرشده سياحيه والبيانو لعبتها المفضله. ما لا تعرفه عن الفنانه السوريه القديره يارا صبري. يا ترى ايه ابرز اسرار حياتها؟ دي امها منعتها من دخول التمثيل، وازاي اتحرمت من اهلها وحتى رحيل مامتها ما حضرتهوش؟ مين هي عائلتها الفنيه؟ وازاي عاشت طفوله غريبه وسطيهم؟ يلا بينا نعرف كل اسرارها في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للنهايه. الفنانه السوريه يارا صبري اتولدت في عيله معجونه بالفن، ابوها يبقى الفنان والمخرج سليم صبري، وامها هي الفنانه الراحله عن دنيتنا من 5 شهور سناء دبسي. بس كده؟ لا طبعا، دي كمان خليتها تبقى الممثله سراء دبسي، وتربت وسطيهم على حب الفن. بس عاشت طفولة غريبة جدا. شخصية يارا وهي صغيرة كانت غريبة حبتين تلاتة، أصلا ما كانتش بتلعب أي لعبة من بتوع البنات، لا دي كانت بتعشق ألعاب الولاد، زي مثلا إنها تطلع في الشارع تلعب كرة القدم وتركب العجل مع ولاد حارتها. ده غير إن شخصيتها كانت قوية جدا. مع شخصيتها دي يارا مش بتاعت مشاكل خالص، بالعكس حزينة دايما زي أبوها بالظبط، وبتخاف تزعل حد، وكل الجيران بيستغربوا ويقولوا إزاي يارا اللي من عيلة فنية أصيلة تكون دي الألعاب اللي بتحبها؟ ده المفروض تكون بتحب حاجات رقيقة وبسيطة زيها. كبرت يارا وتحولت في فترة المراهقة من بنت شخصيتها قوية لواحدة عنيدة جدا، ما بتعملش غير اللي في دماغها مهما حاولوا أهلها معاها، برضو ما بيقدروش عليها. ولما كانت تشوفهم مصممين على رأيهم كانت تاخد الموضوع بالدبلوماسية علشان تقدر تقنعهم وتعمل اللي هي عايزاه. الحقيقة إن في الفترة دي ما كانتش مغلبة أهلها بس، لا حتى المدرسين بتوعها كانوا بيشتكوا منها على طول، علشان كانت بتقعد في الفصل سرحانة طول الوقت، وده لأنها في الفترة دي بدأت تحس بمشاعر الرومانسية والحب، وفضلت على الحالة دي لحد ما خلصت الثانوية العامة. هنا بقى قررت تدخل معهد التمثيل وأبوها شجعها، بس المفاجأة إن أمها قالت لها مستحيل أسيبك تمثلي زيي، أنا وأبوكي. طيب ليه؟ لا أنا خايفة عليكي من تعب الشغلانة دي، وكمان ما بتديش الواحد حقه. واضطرت وقتها يارا تسمع كلام أمها ودخلت سياحة وفنادق، علشان مجال دراستها نزلت تدريب في فندق على طريقة الأكل، ويوم ورا التاني ما عجبهاش الوضع فنزلت مكتب سياحة تتدرب فيه، وبرضه ما عجبتهاش الحكاية فقررت تدخل معهد الموسيقى ودرست فيه البيانو. بعد فترة عرفت إن أبوها هيخرج مسلسل اسمه شجرة النرني، وقالت خلاص ما بدهاش بقى، أنا مش هعرف أعمل حاجة غير التمثيل. وأبوها ساعدها وادالها دور كبير، ومن هنا بدأت التمثيل. والصراحة ما كانش التمثيل بس اللي كانت فتحت خير عليها في المسلسل، لا كمان اتعرفت على جوزها الفنان ماهر صليبي اللي عايشة معاه سنين لحد دلوقتي، نمسك الخشب وندعي لهم بالبركة. شايفين حياتها كانت مستقرة ازاي ونايمة في حضن أهلها وجوزها، لحد ما في كل ده في ثانية ضاع، واضطرت تهاجر هي وجوزها بسبب مواقفها السياسية ودعمها ومساعدتها للناس في بلدها سوريا. فضلت يارا محرومة من أهلها أكتر من 9 سنين، لحد ما أمها رحلت وما قدرتش تروح تشوفها أو تحضر مراسم خروجها لمكانها في الآخرة، ولا تحضر العزا بتاعها، وعلشان كده عملت عزا في دبي اللي بقت مقيمة فيها دلوقتي. بس الحمد لله يارا صبري قدرت من يومين كده تشوف أخوها وولاده وقابلتهم بره سوريا، والفرحة ما كانتش سايعاها، لدرجة إنها نزلت صور ليها معاهم وكتبت عليها مع أخي وعائلته بعد 9 سنين من البعاد. ربنا يجمعهم دايما ونشوفها بأحسن صحة وحال، وتمتعنا بفنها الراقي.